موضوع آخر، عرف صالون الوطني للرسم الفحمي الذي احتضنه متحف كتامة بمدينة جيجل مشاركة العديد من الفنانين المختصين في تقنيات قلم الرصاص، بالإضافة للعديد ضم هذا الصالون صورا ولوحات فنية لأهم الشخصيات الوطنية التاريخية والمرسومة بطريقة مميزة. أيمن عبد الرحيم. هذا الرسم يعتمد على الفحم الرصاص درجة قاوية. أنا انبهرت، كاين طاقات كبيرة في الميدان هذا في الرسم الفحمي. كان الصالون في المستوى تعرفت على كثير الفنانين، كنت نعرفهم في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرفت عليهم هنايا، استفدت الحقيقة من كثير من الخفايا كنت نجهلها. ويشرفنا أن شاركنا في صالون كيما هذا باش نختلطوا ببعض الفنانين، باش تاني ندوا بزاف حوايج من عند الفنانين، صوالح واحد اخرين ما كناش نعرفهم نزيدوا نتعلموهم. الجديد في هذه الطبعه هو مشاركه 16 ولايه، 16 رسام او 16 رسام في تقنيه قلم الرصاص من 16 ولايه، اضافه الى 17 رسام محلي من ولاية جيجل، بينهم مبتدئين، بينهم محترفين، بينهم رسام من ولاية جيجل في طريق الاحتراف.